صباح الخير لكل السادة المشاهدين اللي يتابعوا فينا في برنامج الشروق مورنينغ في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع موفقة لكل السادة المشاهدين. إذن متواصلين معكم بفقراتنا الآن إلى فقرة التربية المرورية. للحديث فيها لنهار اليوم حيكون حول حماية الأطفال، خصوصا في محيط المؤسسات التربوية اللي ولا هاجس للكثير من الأولياء وحتى السلطات العمومية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد رابح الزباوي لو حضر معنا في البلاتو. صباح الخير أخ رابح، وشكرا على حضورك معنا. بارك الله فيك. وفيك بركة. إذن اليوم حماية الأطفال وحماية القصر سواء في محيط المدرسة أو في المجتمع وحتى على المواقع الافتراضية هاجس السلطات العمومية بما فيهم المديرية العامة للأمن الوطني لصخرة مجهودات كبيرة من أجل القيام بهذا الواجب. شكرا بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، خالصة هي تحياتي إلى كل مشاهدين الأكارم من خلال هذا المنبر التحسيسي والوقائي. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى موضوع غاية في الأهمية. لماذا؟ لأنه يمس شريحة الجيل الصاعد إن شاء الله. لذلك المديرية العامة للأمن الوطني تراهن في هذا المجال على التوعية، التحسيس، إلزامية التكوين المسلح، وأيضا المتابعة والحماية والرعاية لأبنائنا، لأن أبناؤنا هم بذور الماضي، طاقة الحاضر وذخيرة المستقبل. بقدر ما تم الاعتناء بهذه الشريحة يمكننا أن نقدم جيل صاعد لا نخاف عليه، أولا من خلال كل هذه التهديدات والمخاطر التي تواجهنا في هذا الزمن الذي يعرف تطور هائل وتدفق تكنولوجي منقطع النظير. لأن لابد أن نعالج الموضوع من ناحيتين، أولا عندما نتكلم عن التدفق التكنولوجي موضوعه المعلومة وميدانه المحيط، بمعنى لا نكون منغلقين على أنفسنا بل يجب أن ننفتح على المحيط، ويجب أن تكون لنا دراسة إلى كل هذه المتغيرات حتى نبحث عن الإيجابية منها ونعززها، وأيضا نتفادى السلبيات ونقوم بتذليلها. إذن أهم هذه المخاطر التي تواجه أبنائنا في صحة التعبير، خاصة على في مستوى المحيط المدرسي. أولا كانت لنا اتفاقية مبرمة مع وزارة التربية الوطنية لكيف نكرس ثقافة أمنية لدى أبنائنا إن شاء الله لمواجهة كل هذه التهديدات. التهديد الأول هو ما يتعلق بمخاطر الطريق أو تكريس أبعاد السلامة المرورية. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك من خلال قلت الوقاية بالدرجة الأولى والتحسيس، وأيضا النزول إلى الشارع، لأنه لابد أن تكون في هذه العملية التوعوية نبتعد عن الأمور الشكلية ونبتعد أيضا عن الأمور الكلاسيكية التي لم تعد تأتي بأكلها. إذن نراهن على الشراكة، نراهن على التحسيس، نراهن على الشمولية بمعنى على المستوى الوطني والاستمرارية والمعايشة في الميدان. لذلك المديرية العامة للأمن الوطني كانت السباقة من خلال حظائر التربية المرورية نظرا لما لها من دور فعال في تكريس أبعاد السلامة المرورية. أولا النزول إلى الميدان، النزول إلى المؤسسة التربوية وتقديم دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال. أولا ما يتعلق بالدروس النظرية هي كل القوانين والمبادئ الرئيسية للتكريس قواعد السلامة المرورية، ثم إسقاطها على مستوى حظائر التربية المرورية. وفي هذا الشأن المديرية العامة خلال هذه السنة فقط الشهرين الأخيرين تم تسجيل 723 درس نظري على مستوى المؤسسة التربوية، في حين تم تسجيل ما يفوق 223 درس تطبيقي المباشر من خلال الدروس النظرية إلى التطبيقية للميدان لغرس قواعد السلامة المرورية لدى أبنائنا، ثم تحبيب هذه المبادئ من خلال بحث نوع من التنافس، نوع من توزيع بعض الجوائز الرمزية على المتفوقين، حتى نحبذ هذه المبادئ السليمة والقواعد السليمة لأبنائنا إن شاء الله، وحتى نركز على كل الضوابط المعنية في مجال السلامة المرورية، مثلا عدم السير في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، عدم الجري أو التباطؤ عند الخروج من المدرسة،
المدرسة، النزول من جهة الرصيف، كل هذه مبادئ بسيطة، ولكن عندما نكرسها لدى أبنائنا يمكننا أن نتفادى الوقوع في حوادث المرور، وبالأحرى نكرس قيم أساسية مبنية على الوقاية من حوادث المرور. هذا ما يتعلق بالشق الأول فيما يخص السلامة المرورية، لكن هناك تهديد آخر وخطير وخطير جدا المديرية العامة أخذته في الحسبان. أعود إلى مفهوم التطور والتدفق التكنولوجي الهائل وكل هذه التهديدات التي قد تعود بالسلب على أبنائنا. من بين هذه التهديدات أولا ما يتعلق بالتهديدات والمخاطر الإلكترونية، إذ لم نقوم بالاستباق ومواجهتها تصبح جرائم إلكترونية، والأخطر من ذلك قد تصل إلى حتى نخر عظام هذه الأمة، لأنها مخاطرها كثيرة وكثيرة جدا. أيضا في هذا فقط في هذه النقطة سمحني سيدة ربح حزبوي، اليوم نشوف أنه الكثير من الآباء خصوصا الأمهات يعني بمجرد أن الطفل يكون داخل البيت يقول لك يعني أراه داخل الدار ما عنده وين يروح، يعني وكأنه تفادوا الخطر اللي كان يحدق به في الشارع، لكن داخل البيت يخليوا له طابلات ولا هاتف نقال ولا جهاز كمبيوتر، للخطر الأكبر يقدر يكون في شبكة العنكبوتية ولا حتى في الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي. ونشوف يعني اليوم يعني البيدوفيليا كيفاش راهي منتشرة بكثرة في المنطقة المغاربية ككل. شكرا. إذا هذا هو الشيء اللي رانا نتكلم عليه، وهو الخطر الكبير أو ما يعرف حاليا بالقوة الناعمة، لأن القوة الناعمة هي التي تجعلك تحطم نفسك بنفسك. ممكن كان سابقا مجرد شاشات تلفزيونية أو ما يعرف بالغزو الثقافي، لكن كان بإمكاننا أن نتحكم في هذه ممكن ببعض الإجراءات، لكن ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية التي قلت هي تنخر كاهن الأمة، لأن المراقبة لا يمكننا أولا باش نكونوا في الصورة، لا يمكننا عزل هذه التكنولوجيات على أبنائنا، بل نقع حتى في نتهم أو نقع في باب التخلف والانحطاط إذ لم نواكب كل هذه المتغيرات التكنولوجية، لكن نواكب الإيجابيات منها، ولا بد أن نهذب ونخلق أبنائنا من خلال تربية أو وقائي تحسيسي وبحث أيضا الوازع الديني في هذا المجال وتجنب هذا الغزو الإلكتروني من خلال الوقوف عند المبادئ والأساسيات والضوابط التي يمكننا أن نواجه من هذه الإشكاليات. المراقبة تكون من التوعية والتحسيس، تكون من خلال إبراز هذه الإيجابيات وأيضا تفادي السلبيات التي تكون من خلال هذا التدفق، لأن قلت نحن في زمن المعلومة وفي زمن المتغيرات المحيط. إذن المعلومة والمحيط نقطتين رئيسيتين لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. كيف نتحكم في هذه المعلومات؟ كيف يمكننا السيطرة عليها؟ كيف يمكننا أن نحصل على الإيجابيات منها فقط ونتفادى السلبيات؟ وأيضا الارتباط يكون مع المحيط، لا نكون منعزلين مع بعضنا. المحيط لأن المحيط أو البيئة التي نعيش فيها هي محيط داخلي ومحيط خارجي، بيئة داخلية وبيئة خارجية. بيئتنا الداخلية على مستوى ذواتنا أو مؤسستنا أو أسرتنا أو حتى دولتنا قد تكون بيئة داخلية وقد تكون بيئة خارجية. إذن البيئة الداخلية توفر لنا نقاط القوة ونقاط الضعف، وعلى أساسها نأخذ الاحتياطات أو نأخذ المستلزمات التي نواجه بها البيئة الخارجية، لأن البيئة الخارجية أيضا تعطينا جو أو نقطتين رئيسية هي الفرص المتاحة لاستقطاب هذه التكنولوجيات، وأيضا هناك تهديدات في هذا المجال. السيرورة لهذه التدفقات يجب أن نعرف كيف نستفيد من هذه الفرص ونقتنص هذه الفرص، ونعرف أيضا كيف نواجه هذه التهديدات وهذه المخاطر التي إن طالت تصبح جرائم إلكترونية قد تؤدي إلى المساس بالأشخاص، قد تؤدي إلى المساس بالمؤسسات التربوية وحتى بمؤسسات المؤسسات الاقتصادية، وقد تمس حتى الدول في حد ذاتها، لأن كل المعطيات والتدفقات التكنولوجية الحالية إذ لم تواكبها فإنها لن ترحمك مستقبلا. إذن كل هذه الإجراءات أو هذه الرهانات التي تعمل عليها المديرية العامة للأمن الوطني نراهن فيها على
زرع الثقافة المرورية في أذهان الجيل الصاعد، تكريس قيم ومبادئ الأمة، المحافظة على ثوابت الأمة، لأنه المثل يقول نرحب بأن تهب داخل بيوتنا ثقافة وحضارات ولغات كل الأمم، لكن لن أسمح ولن نسمح لأي كانت منهما أن تقطع رجلنا أو تقلعنا من الأرض التي ولدنا فيها. إذن نصيحتي إلى كل أبنائنا التقيد بالعلوم والتكنولوجيات بما فيها الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات، وفز بعلم تعش به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، شكرا جزيلا سيدة رباح زاوي عميد الشرطة على كل هذه النصائح، إن شاء الله الأولياء يكونوا استفادوا منها. وكما قلت أنت بنصيحة المهاتما غاندي، أرحب بكل رياح الحضارات التي تطرق بابي إلا التي تقتلعني من جذوري. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينغ من التربية المرورية.